بناء عالم بلا فقر. هذه الرسالة الطموحة كانت في صلب أهداف البنك الدولي في 27 كانون الثاني 1946، واضعا أمام عمله هدفين اثنين: خفض الفقر المدقع إلى ما لا يزيد عن 3% بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترك وتشجيع المساواة والإنصاف في العالم النامي. يعمل البنك الدولي بإدارة رئيسه الحالي جيم يونغ كيم في مختلف أنحاء العالم، وفي لبنان كانت له مساهمة في أكثر من محطة، بدءا من إعادة التعمير وإعادة التأهيل في حالات الطوارئ، تنمية البلديات والبنية الأساسية، تعزيز الإيرادات وإدارة المالية العامة، إعادة التأهيل الإداري، الزراعة والري، النفايات الصلبة والإصلاح البيئي، التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تنمية المجتمعات المحلية، المياه والصرف الصحي، حماية التراث الثقافي، الاتصالات السلكية واللاسلكية، من دون إغفال موضوع أزمة اللاجئين السوريين في لبنان في السنوات الأخيرة، من خلال دراسة تقييمية تتيح للحكومة صياغة وتحديد احتياجاتها وأولوياتها من المساعدات التي تسعى للحصول عليها من المجتمع الدولي. يذكر أيضا بين آخر ما تمت الموافقة عليه من قبل البنك الدولي في لبنان مشروع منع التلوث في بحيرة الكرعون والتمويل الإضافي للمشروع الطارئ للبرنامج الوطني الموجه للحد من الفقر. فريد بلحاج، باسمي وباسم الشعب اللبناني ما بعرف كيف بدي اشكرك. لا شكر على واجب. على المعاناة العايشة. لا شكر على واجب. هذه مش معاناة. على بقاء البنك الدولي في بيروت رغم كل الظروف، رغم اتصالات احيانا نحن اللبنانيين يعني نكفر فيها، خلينا نقول رغم وضع الكهرباء وكل ذلك، انت من الاشخاص اللي بحبوا لبنان وكانك لبناني واكثر، نحن بنفتخر كثير فيك. خليني اعرف اول شيء، سد بسري بالاخبار صار اشهر سد يعني يمكن عند اللبنانيين قد ما تكرر. هو اكبر صار. هو اكبر مشروع يمول البنك الدولي في تاريخ علاقه البنك الدولي مع لبنان. بتعرف اللي لبنان انضم للبنك الدولي عام 1947، ومن وقت 47 اليوم يعني هذا اكبر مشروع واضخم مشروع، يعني بعد سنتين على تاسيس البنك الدولي، بعد سنتين على تاسيس البنك الدولي، وبعد 4 سنوات على استقلال لبنان. يعني فالعلاقه هذه ما بين لبنان والبنك الدولي علاقه جذورها عميقه في تاريخ البنك وفي تاريخ لبنان. وكان البنك يعني عبر التاريخ وعبر المشاكل وعبر الازمات اللي مر بها لبنان، البنك كان دائما حاضر، ولا مره طلب لبنان اي شيء من البنك والبنك قال لا. يعني هذا علاقتنا كانت ولليوم مبنيه على حسن التواصل وعلى الثقه. فلما رحنا على مشروع سد البسري اللي هو كما قلت يعني اكبر مشروع واهم مشروع، مشروع اكثر من 430 مليون دولار من البنك الدولي، ينزاد عليها 180 دولار من البنك التنمية الإسلامي. هذا المشروع مرماه. أنا بدي أعرف وين كان عم يتعرقل. كان عم يصير. ما كانش يتعرقل. شو مشكلته؟ المشروع بنفسه ما كانش عنده حتى مشكلة. المشكل هو مشكل مؤسساتي في في الميكانيكية المؤسساتية في لبنان. يعني كان بعد ما مشينا لمجلس الاداره وقبل مجلس الاداره تمويل هذا المشروع، خليني اقول انه مجلس النواب ما كان عم ينعقد، وهيدا بده قانون، لان في اطراف يعني ربطوا المشاركه بمسائل اخرى. شوف على المستوى السياسي صحيح، يعني صاروا نوع من الـ من الـ من الـ يعني اخذوا رد من بعض الاطراف، لكن المشروع بنفسه ما كان عنده حتى مشكله. انا بعرف انا زرت، بس نحن هون برنامج سياسي وانا مستوى سياسي رفيع جدا. لا 100% مستوى سياسي ما بخبرك قد ايه. هلا هي الحلقه كلها مش التحكم فيها مثل اوضاع البلد، بس سد بسري اللي سمعته انه بعض الاطراف السياسيه اللي رحت انت عملت لوبينج عندهم تقول لهم هيدا مشروع على لبنان يعود بالفائدة لأكثر من مليون لبناني بيشرب، مليون و800 ألف مواطن، مليون و800 1.8 مليون بيبل رح يشربوا ويصرف، رح يكون عنده
واستفادة مباشرة من هذا السد. صحيح؟ صحيح. وكانوا عم بيقولوا لك شي بده استعادة جنسية، وانت مش سامع باستعادة الجنسية، انت عارف انه عندنا مشروع استعادة جنسية مهم كتير، هو مهم كتير. لا لا، بس انه منعرف المشروع كرمال مشروع اخر، ما هيك؟ المشاريع كلها مهمة، والمشاريع كلها يعني على سواء كان على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي مهمة. الموضوع هو اللي احنا كنا داخلين في هالمشروع هذا كمشروع له بعد اقتصادي وبعد اجتماعي بالطبع. يعني حضرتك بتاخذ الملف بكل جدية، بتروح على المقرات الحزبية والسياسية للشخصيات اللبنانية العظيمة المحترمة، وبتقعد تقنعهم تتفاوض معهم ليش يفتحوا مجلس النيابة ويصوتوا على مشاريع تعود للفائدة لهذا المواطن اللبناني. احقاقا الحق، الرئيس بري يعني كان ماشي في طريق فتح مجلس النواب، ويعني عرض هالقانون هذا على موافقة بهيدي كان حبوه، هيدي من ناحية يعني يقوم بواجبه، يعني أمور ماشي. وأنا شفت عدة يعني سياسيين وشخصيات سياسية ورؤساء أحزاب، وكلهم كانوا فيما يخص المشروع، يعني الكل أكاد أكون قول الكل هما كانوا ماشيين مع المشروع هذا. لكن صح ثم البعض منهم ربط المشروع بأشياء أخرى، مثلا يعني على من باب الـ يعني من حديثنا خفيف شوية، شخصية من الشخصيات مزاح، شخصية من الشخصيات السياسية لما حكيت معها وفوضنا في المشروع، قال لي شوف احنا عندنا هالمشروع هذا احنا معاه، لكن في نفس الوقت ثم مشروع إعادة الجنسية اللي هو موضوع على الطاولة، وإذا كان ممكن ربط المشروعين احنا معكم. قلت له يا سيدي انا يعني مع كل احتراماتي مالي ومال مشروع إعادة الجنسية والاستعادة الجنسية. ثم بما ان يعني الحديث كان حديث هكا لطيف، قلت له شوف هالمشروع هذا يرجع جيل ولا جيلين يعني لاسترجاع الجنسية. قال لي هذا جيل واحد. قلت له يا اخي شوف انا يعني كبنك دولي ما عندي فيه حتى دور، كشخص بما اني انا من تونس، بما اني انا مولود في قرطاج وعايش في قرطاج، اذا كان هالمشروع هذا مشروع استعادة الجنسية يرجع 3000 سنة، يرجع من وقت اليسار وكذا، يمكن انا يكون عندي يعني فائدة فيه. على كل حال يعني كان كحفيد لملكة صور اللي راحت الى قرطاج وبنت قرطاج. بنت قرطاج، وهي احنا نسميوها عليسا، انتم تسميوها اليسا. صحيح. على كل حال في اخر المطاف نفتخر فيك مواطن لبناني. على خليك. حال استاذ الله يخليك. في اخر المطاف انتهينا باقرار هالمشروع هذا. صحيح. واليوم دخلنا في تنفيذ هالمشروع، وانا يعني بكل صراحه فخور جدا، لان المشروع هذا يعني ماشي وماشي بسرعه. صحيح. هو مشروع على 5 ولا 6 سنوات. صحيح. اسمح لي، هي العبرة انه المواطن اللي عم بيشاهدنا وعم بيحضر هلا بس يعني يعرف ياخد فكرة شوي كيف بتتم المسائل بلبنان، كيف بتم التعاطي مع المؤسسات الدولية اللي بتجي فعلا احيانا عم بتمد يد العون، خلينا نقول لبلدنا اللي هو عم بتحمل كتير خاصة هلا من أزمات الخارج وغيرها. بس كمان بدي أسألك يعني مجموعة الدعم اللي هي لن تنعقد بعتقد هلا قريبا في نيويورك، كان في كلام انها قد تنعقد ولن تنعقد ايضا، هل لديك تعليق في هذا المشهد؟ شوف، هي مجموعه الدعم انعقدت عام 2013. صحيح. في شهر سبتمبر ايام الرئيس ميشيل سليمان، وكانت متراسه من طرف الرئيس ميشيل سليمان، وكان فيها ولا تحت اشراف امين عام البنك الامم المتحده ورئيس البنك الدولي. واحنا غذينا الاجتماع هذا بتقرير كان يعني يعطي فكرة على وقع الأزمة السورية بصفة عامة على الاقتصاد اللبناني، وشفنا وقتها كان ثم بعض الأرقام، كانت أرقام مخيفة، 7 مليارات، 7.6 مليار. صح. ثم والتقرير هذا كان عنده يعني أثر قوي على المجتمع الدولي. نفكر يعني حتى وزارة الخارجية، الخمس بلدان الدائمة العضوية في السيكوريتي كونسل كانوا يعني متأثرين بالموضوع، وكانوا قالوا يعني لازم المجتمع الدولي يجي يساعد لمساعدة لبنان. وجاء المجتمع الدولي لمساعدة لبنان،
ووضعنا المالتي دونر تراست فاند، الصندوق الائتماني هذا، وحاولنا نجلب يعني اقصى ما يمكن من الـ من الـ من الهبات، ووصلنا الى 75 مليون دولار من الهبات، اللي هو اوكي يعني ماهوش شيء كبير، لكن على الاقل ثم هذا موجود. لكن بما ان ما وصلناش الى تمويلات اكثر من 75 مليون دولار، قلنا لازم نلقاو يعني حل اخر، حل يمكن يعطي اكثر امكانيه للتمويلات ويخفف شويه على بعض من الجهات المالحه اللي كانت عندها بعض من التردد. فوضعنا هالاليه الجديده هذه الكونسيشنال فاينانسينج فاسيليتي، اللي هي تعطي امكانيه قروض ميسرة، لكن ميسره الى درجه كبيره كما حكينا مع الاخ شادي من قبل. ف مثلا لبنان اليوم عنده امكانيه دخول في قرض ميسر مع البنك الدولي سقفه 200 مليون دولار لانشاء طرق ولانعاش الاقتصاد اللبناني في بعض الجهات، خاصه الجهات اللي هي يعني فقيره ريفيه وشبه ريفيه، صح، رورال امبيري اوربن ارياز. فالمشروع هذا موجود واحنا ماشيين المجلس اداره البنك الدولي ان شاء الله يوم 17 اكتوبر بهالمشروع هذا، وهذا يكون اول مشروع ممول من طرق من 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 خلال هالميكانيكيه هذه. عندي سؤال اخير لك، مع انه كمان سيكون لدينا لقاءات اخرى معك استاذ فريد، هل هذا مخاوف عندي يعني، هل في امكانيه لنقل خليني اقول المركز الاقليمي للبنك الدولي في الموجود في لبنان حاليا الى مكان اخر؟ هو السؤال غير وارد، يعني الموضوع غير وارد بالمره. وخليني اقول كلمه على الموضوع هذا، اذا البنك الدولي قرر وضع المكتب الاقليمي في بيروت، يعني هذا ما جاش صدفه، جاء بعد تفكير وبعد حوار وبعد يعني وزن البروز اند كونز وكذا، وفي اخر المطاف قلنا يعني حطيته مع وضد وقررته يكون بيروت هو المركز، يكون بيروت المركز الاقليمي للبنك الدولي. اكزاكتلي، لانه من بيروت احنا نغطيه العراق وايران وسوريا طبعا مينا والاردن ولبنان بالطبع. فالموضوع هو شمال افريقيا كمان، لا شمال افريقيا عندنا بعض الزملاء يشتغلوا على شمال افريقيا، يشتغلوا على سنترال يوروب، بس حضرتك المدير الاقليمي شمال افريقيا و لا شمال افريقيا شرق اوسط فقط. شرق الاوسط، لانه شمال افريقيا ان شاء الله بتتمدد، تولي عندي يعني كونفليكت اوف انترست مع تونس لانه تونسي. اوكي على كل حال، يعني الشيء المهم هو اللي المكتب موجود، والمكتب يعني هو نوع من الستيتمنت على اهميه لبنان وموقعها الاستراتيجي وموقعها المحوري في هالجهه هذه. ونشوفوه اليوم يعني من لبنان يعني عنده امكانيه الشغل والتعامل مع الاردن مع العراق وكذا بصفه سهله، ولبنان الحق يعني موفر البنك الدولي كل التسهيلات رغم مشاكل الكهرباء ولا المياه ولا كذا، لكن على كل حال فيما يخص العلاقه مع الحكومه والعلاقه بالطبع مع الشعب اللبناني، يعني الامور ماشيه على احسن ما يرام. عظيم جدا، بدي اشكرك استاذ فريد بالحاج على وجودك معنا، اشكر كل الموجودين يعني بالبنك الدولي العاملين وموجودين في بيروت اللي هن منهم لبنانيين واللبنانيين ايضا، واقول لك اهلا وسهلا فيك بلبنان، وجودكم عزيز جدا علينا ونفتخر بك انت بارك الله فيك. التونسي اللي عندك هذا المنصب الرفيع والمهم جدا في هذه المؤسسة التي تعطي الكثير. شكرا لك فريد بالحاج. شكرا لك. نتابع مشاهدينا بعد الفاصل، ينضم إلي الأستاذ القدير والكبير عمر ميقاتي والزميل والصديق روبرت فرنجيه.